بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. جالنا سؤال عن واحد بيسال عن العالم. بيقول بطريقه لطيفه بيقول ان في ايات في الكتاب المقدس ان احنا نحب العالم وان الله احب العالم وكده. لكن في ايات برضو تانية بتتكلم على ان احنا ما نحبش العالم ولا نشابه العالم ونخرج من العالم فايه هو بالظبط اللي يقصده الكتاب المقدس بالكلمه بتاعت العالم؟ سؤال جميل يدل انك باحث يعني في الكتاب المقدس. شوف هقول على حاجه، الكتاب المقدس له معنيين لما تعرض لكلمه العالم. المعنى الاولاني يقصد به الخليقه الماديه اللي هي الإنسان والحيوان والجبال والخضار والأشجار والمية والحاجة الحاجات الخليقة اللي ربنا خلقها في الإصحاح الأول من سفر التكوين، ولما كان بيخلق كل حاجة يقول وراء الله أنه حسن جدا. الحاجة الثانية المعنى الثاني للعالم بمعنى تيار الإثم أو الفساد اللي بيسري في الكون، اللي له رئيس اسمه بعل زبول اللي هو بيحارب أولاد الله، واخدين بالكم؟ وله ناسه اللي هم حياتهم تتعارض مع حياة أبناء الملكوت. دول بقى الكتاب المقدس أوصانا أن احنا ما نحبش هذا الطيار ولا نندمج فيه وليس هو منا. عايز أقول الثلاث أربع نقط. النقطة الأولانية أن العالم موضوع محبة ربنا. هكذا أحب الله الإيه؟ العالم. هكذا أحب الله العالم. هنا المحبة الإلهية اللي أصبحت طعاما وأصبحت خبزا وحياة للإنسان، وربنا بارك للإنسان كل ما خلقه. ربنا لما خلق الإنسان خلق له كل حاجة وباركها وبارك له الأيام حتى، ورأى الله أنه حسن جدا. فدي الخليقة بتاعت ربنا، وده معناه أن ربنا ملأ كل الكائنات بمحبته وبصلاحه. وكانت النتيجة الطبيعية أن الإنسان أمام محبة ربنا ديت أن هو يبارك ربنا ويشكره ويشوف العالم زي ما ربنا كان شايفه. لكن اللي حصل ايه بقى؟ السقوط، لما الانسان سقط في المعصية. الخطورة هنا مش مجرد ان الانسان اكل من الشجرة المحرمة، لا، ده اللي اخطر من ده كله ان الانسان ما بقاش شايف الخليقة اللي ربنا خلقها ان هو يقدمها لربنا ذبيحة شكر وذبيحة تسبيح، بمعنى ان هو انحرف عن الاتجاه الصحيح للمحبة. فالعالم لما بيبقى في حد ذاته هدف الإنسان بيسعى إليه بيفقد قيمته، لأن قيمة العالم وجماله في وجود الله نفسه. الهدف هو الله مش العالم. الله خلق لنا العالم عشان نعيش ونتمتع بالحياة ونصل إلى الله من خلال يعني نقدم له الشكر والتسبيح على كل عطاياه وعلى الخليقة اللي هو اداها لنا. فالطعام مثلا هو مصدر للحياة، فلما ناكل ونحس ان الاكل في حد ذاته هدف، هنا انحرف الهدف. لكن لما نشعر ان الاكل ده وسيلة لازم يعيش بيها عشان يمجد الخالق ويشكره على عطاياه وعلى إحساناته، هنا بيبقى الإنسان خلى له هدف سليم في الحياة. فالخطية الأصلية مش إن الإنسان عصى ربنا وبس، ولكن لأن هو ربنا ما بقاش هو مصدر حياته، ما بقاش هو هدفه.
فهكذا السقوط فصل الإنسان عن ربنا وأفسد العلاقة السليمة بين الإنسان وبين الله. طب ربنا حل المشكلة دي إزاي؟ بالتجسد. لما تجسد المسيح له المجد أعاد الحياة للإنسان وصلح كل ما أفسده آدم في الجنة. فجه المسيح بلاهوته واتحد بالناسوت زي ما بنقول في سر الاعتراف، غير اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير. وجه ابن الإنسان بقى هو في نفس الوقت ابن الله، وعاش في العالم مش كهدف ولكن كعطية من ربنا. فلما كان بياكل يرفع عينيه لفوق ويشكر ربنا على الأكل، ويجي عدو الخير يقول له قل لهذه الحجارة أن تصير خبزا، يقول له اسمع، ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان بل بكل كلمة تخرج من فم الله. وبعدين قبل ما يصعد للسماء في الليلة الأخيرة أعطانا جسد ودمه خبزا وخمرا، وتبقى وسيلة لحياة أبدية. والجسدي مأكل حق ودمي مشرب حق، من يأكل جسدي ويشرب دمي يحيا فيا وأنا أحيا فيه. فأراد الإبن في تجسده أنه يعلن أن مشيئة الله الحقيقية هي أن الإنسان يعيش في حياة شركة مع الله، وحياته تتحول إلى حياة روحية، وحتى حياتنا المادية تتحول إلى حياة تخدم الله وتمجد اسمه. رأي القديس يوحنا الذهبي الفم لما قال ان اللي هو ما هوش روحاني في جسدياته هو جسدي في روحياته. يعني الامور الماديه اللي احنا بنتعامل بيها بنحولها لوسائل نمجد بيها اسم الله. طيب انا كانسان مسيحي احب العالم؟ طبعا تحب العالم اذا كان ربنا نفسه احب العالم، وقال ان الله لم يرسل ابنه للعالم ليدين العالم بل ليخلص العالم. وقال إن الله بين لنا محبته ونحن بعد خطاه مات المسيح من أجلنا. فالإنسان المسيحي بعد تجديده بعد قبوله للإيمان بالمسيح والمعمودية أصبح هو كاهن الخليقة. يعني إيه كاهن الخليقة؟ يعني مسؤول إنه يتشفع فيها في صلواته. شوف بقى لما نقف نعمل التسبيحة ونقول الهوس الأول والثاني والثالث والرابع، ننوب عن الخليقة كلها في ان احنا نمجد اسم ربنا ونسبحه ونقول يا رب الجبال بتسبحك، الاكام بتسبحك، البرد بيسبحك، المطر يسبحك، التلج يسبحك، الخليقة كلها تسبحك وتمجد اسمك. ونيجي في تسبيحة الثلاث فتية ونرفع التمجيد والتسبيح لله. مش بس الانسان المسيحي هو يعني ينوب عن الخليقة في الصلاة بس، لكن أيضا الإنسان المسيحي ملتزم بالعمل لكي يفلح الأرض ويصلحها ويسود عليها ويرقيها بإنتاج فاضل لخير الإنسان ولخير الحيوان، ويستخدم كل قدراته الفكرية عشان يسعد كل البشرية ويرقيها، ويصبح الله هو هدف لكل أعماله ولكل حياته. ده المفهوم الأولاني. نيجي بقى للمفهوم الثاني، إن هو إن الإنسان المسيحي لا يحب العالم. يقول كده معلمنا يوحنا الرسول: لا تحب العالم ولا الأشياء التي في العالم، أحب أحد العالم فليست فيه محبة الله. كل ما في العالم شهوة الجسد شهوة العيون تعظم المعيشة ليس من الآب بل من العالم، والعالم يمضي وشهوته، والذي يصنع مشيئة الله يثبت إلى الأبد. ده كلام يوحنا الرسول. دي بقى بتورينا إن في بغضة لازم الإنسان المؤمن يبغض العالم. ليه بقى الإنسان يبغض العالم؟ أو العالم برضو العالم بيبغض المؤمن، واخدين بالكم ليه؟ لأنه بيشهد للحق والعالم ما بيحبش الحق، فلما يلاقي المؤمن بيشهد للحق يضطهد الإنسان المؤمن. الإنسان المؤمن يصلب الجسد مع الأهواء والشهوات، والعالم كله عايش للأهواء وللشهوات. المسيح قال لنا كده: ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه، وماذا يعطى الإنسان فداء عن نفسه؟ واخدين بالكم؟ فالإنسان المؤمن يستعمل العالم
من غير ما يتلوث، ويحرص على أن الله يبقى هو هدفه الأول والأخير. وكده معلمنا بولس الرسول يقول أنه مش مستعد يعرف بينكم إلا يسوع المسيح وإياه مصلوبا. يقول من جهتي حاشا لي أن أفتخر إلا بصليب ربنا يسوع المسيح. ولسان المسيح المؤمن يرفض أساليب العالم ولا يعيش بروح العالم، لكن يعيش بروح الله، ورغم أن العالم كله يراها أن هذه جهالة، ولكن يعتبرها الرسول أنها روح الإيمان. طب إيه موقف الكنيسة من العالم؟ الكنيسة بتحب العالم، تصلي من أجله، تتشفع من أجل العالم. وبولس الرسول بيعلمنا، بيقول لنا ان احنا نعيش نخدم العالم، بس ما تخليش العالم يعيش فينا، ما يتملكش مننا. لكن طبعا عشان الكنيسة تعمل كده لازم تكون الكنيسة طاهرة كالشمس، تبقى مرهبة كجيش ذي ألوية زي ما قال عليها سفر النشيد. العالم بيضطهد الكنيسة. المسيح ما وعدناش بوعود براقة وقال لنا ان احنا هنعيش في رفاهية وفي طرف وفي نعيم، لكن قال لنا في العالم سيكون لكم ضيق، انا ثقوا انا قد غلبت العالم. وفي الحديث الاخير قال لتلاميذه اعلموا ان العالم ان كان العالم بيبغضكم فهو قد ابغضني قبلا، لو كنتم من العالم لكان العالم يحب خصته، ولكن لأنكم لستم من العالم بل أنا اخترتكم من العالم لذلك يبغضكم العالم. فمين اللي بيضطهد؟ هنا بقى رئيس العالم، عدو الخير، هو اللي ما بيطقش إن أولاد ربنا يعيشوا حياة تقوى بعيد عن سلطانه. فكل من يرفض رئيس هذا العالم أو توضع سمته عليه، سمة الوحش، هم اللي غلبوا بدم الخروف وبكلمة شهادتهم ولم يحبوا حياتهم حتى الموت، وبيضطهدهم لأنهم بيشهدوا على العالم وبيدينوا أعماله الشريرة. لكن اللي بيسلك بالروح بيضطهد، لكن اللي بيسلك بالجسد كمن يحمل نورا أمام العيون اللي ما بتشوفش فلا ترى النور، وما بيبقاش العيب في النور لكن العيب في الأعين اللي مش قادرة تشوف. ويقولوا أحب الناس الظلمة أكثر من النور لأن أعمالهم كانت إيه؟ شريرة. أرجو أن أكون وضحت إيه هو العالم اللي بنحبه وإيه هو العالم اللي كتاب أوصانا أن إحنا ما نحبوش. يتبارك الله في الكنيسة لإلهنا المجد والكرامة إلى الأبد. آمين.